طيب الليفت زي ما بيقولوا كده عامة هو is a measure of performance of a session rule، هي مقياس الرول دي أصلا حققت النتيجة أو الريزلت اللي أنا عايزها ولا لأ. لو هي واحد أكبر من واحد فدي حاجة بيسموها significant result، يعني result كويسة. لو هي أقل من كده يبقى penalty satisfies the result. طيب بتتحس بإزاي؟ لو أنا عندي جدول زي ده بيقول لك إيه، الناس اللي بتلعب باسكت وبتاكل حبوب بتلعب باسكت وبتاكلش حبوب، أو بتلعبش باسكت وبتاكل حبوب، أو بتلعبش باسكت وما بتاكلش حبوب، تمام؟ فطيب فمجموع الناس اللي بتلعب باسكت وبتاكل حبوب وما بتاكلش حبوب هو 3000، الناس اللي ما بتلعبش باسكت وبتاكل حبوب وما بتاكلش حبوب هو ده. طب إجمالي ككل هما كام؟ 5000. طب إجمالي الناس اللي بتلعب باسكت وبتاكل حبوب وما بتلعبش باسكت وبتاكل حبوب هو إيه الرقم ده؟ طيب بتتحسب ازاي؟ بتتحسب ال left of probability of A تحت B و probability of A في multiply probability of B. يعني ازاي؟ لو انا عايز اجيب حاجة زي كده اجيب تعالي نشوف احتمالية حد عن تاني. طيب فانا عايز اشوف احتمالية الناس اللي بتلعب باسكت وبتاكل حبوب هيكون شكلها عامل ازاي. فانا ببدأ اخد اول عنصر اللي هو ده في السل دي، الاتنين دول مع بعض، تمام، على الصم الكبير ده اللي هو كتوتال صم الروز مع الكولمز. يبقى انا خدت اول عنصر قسمته على 5000، وبعد كده هاخد الصمشن بتاعت الروز مع الكولم مع الرو، وبرضو اقسمه على 5000 واضربه في الاخر يديني ريزلتي. طيب هاخد برضو احتمالية تاني اللي هي لا الناس الباسكت وهكذا، تمام. في الاخر الالف دي على 5000 مع 3000 على 5 مع 3700 على 5 هيديني الريزلت دي. دي ببساطة الليفت يعني، وزودت ناخد في حاجات تانية كتير. طيب البيزك كونسبت اوف اسوسيشن ده برضو لسه في البيزك كونسبت بتاعت الاسوسيشن رولز. عندي ترانزاكشن تيبل، ترانزاكشن دايما وابدا هتلاقي ترانزاكشن تيبل ماستر اللي هي تي اي دي، دي بيسموها ترانزاكشن اللي هي اي دي، تمام، ترانزاكشن عادية. فهتلاقي دايما الاي دي واخد بالرقم، يعني كلمة تي ده اللي عليها ترانزاكشنز. طيب في اول ترانزاكشن عندي 5 ترانزاكشنز، اول ترانزاكشن اتباع ميلك مع نتس مع بريد، تاني حاجة ميلك وكوفي وبريد، تالت حاجة ميلك بريد اكس نتس اكس جوس نوت كوفي بريد اكس جوس. قال لي ان المينيمم سبورت 50 والمينيمم كونفيديشن 50، معناه كده اي حاجه هيكون السبورت بتاعها اقل من 50 خلاص مش معايا، وقال واي حاجه المين كونفيديشن بتاعها مش 50 برضه مش هتكون ايه معايا. فهو خدهم هنا فرادى، قال لك ان الملك كم مره 3 والنات 3 والبريد 4 والاكس كلهم اكبر من 50%، تمام. طيب الملك مع البريد برضو ايه 3. فاحنا بنحسب طبعا الحاجات اللي مع توجيزر، ما بنشيبش حاجه كل واحده. فانا اروح احسب الاسوشن رولز بتاع حاجه زي في السبورت والكونفليشنز. الملك لو في السبورت ملك مع بريد جم كام؟ 60%، يعني انت قسمت الثلاثة على 5 هتديك 60%. طيب الكونفيدنشالز لو قسمت الثلاثة على عدد الملك اللي هو 3 هيديني كام؟ مظبوط 100%. لو حسبت برضو البريد والملك بنفس الكونسبت هيدينا 60 و75. اعتقد وصلت الفكرة بتاعت الكونفيدنس و سبورت و الليفت. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي.